هنلعب لعبة جميلة، لعبة هتعرف فيها مين انت، هتكشف شخصيتك، بتفكر ازاي، ايه اللي جواك، انت اللي متحكم في عقلك ولا عقلك اللي متحكم فيك، ايه ومستوى فكرك، ايه اللي ينقصك، ايه التحليل الباطني ليك. كل ده هتعرفه مجرد ما انت تتبع الخطوات. اول شيء اسمع صوت انفاسك وركز على الموسيقى، تأمل في تفاصيل الصورة بتركيز من غير ما تفكر، امنع الافكار نهائيا، ركز في الصورة كويس، استمر لاخر الفيديو وسجل كل الخواطر اللي بتيجي في بالك وكل الافكار واكتبها في التعليقات، وهنرد عليك بالتحليل اللي هيفسر لك ايه اللي جواه. ما تنساش تشترك معانا علشان في ألعاب جاية كتير، منها هتستفيد وهتفهم منها حاجات كتير من نصايح، وممكن تتابعنا عبر رقم الواتساب